كل شيء مفتعل بالعراق الا موضوع الكهرباء تتحكم به الولايات المتحده بشكل كامل ولديها فرقها الخاصه التي المسؤوله عن حتى تفجير هذا، والا ما مصلحه احد يعني اليوم يفجر برج ناقل الكهرباء ناقل من مصلحه منه حتى تبقى البلد كما هو، يبقى المواطن العراقي عاني. قرار الكهرباء اتخذ من 1991 الى هذه اللحظه، احنا قرار الكهرباء يا شعبنا العراقي لا بيد المالكي ولا بيد الصدر ولا بيد الخزعلي ولا بيد برزاني ولا بيد أي أحد ولا بيد إيران ولا السعودية، قرار أمريكي 100%. كل الدلائل والمؤشرات، شركات الأمريكية المتعاقد سنين، إحنا نتعاقد ويا شركات الأمريكية بإمكانها بسنة واحدة تغيرها، وشركة سيمنز الألمانية علناً حصلت يعني هددوها علناً الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية باعتراف السفير الألماني، هددت الشركات الألمانية عن إنجاز المشاريع حتى يذهب جهد ومال العراق ونبقى خاضعين لمصر والأردن وغير الأردن اللي ما عندهم كهرباء أصلا. لذلك ما يجري فقط الكهرباء قرارها مو عراقي خالص 100%.